أراد نزار قباني أن يرثي زوجته التي ماتت جراء انفجار غادر، فكتب لها قصيدة عصماء رثاها فيها ورث فيها أيضا الأمة العربية، فقال: شكرا لكم فحبيبتي قتلت، والآن صار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة، شكرا لكم فقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن تغتال القصيدة؟ بغداد كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل، كانت أطول النخلات في أرض العراق، بغداد يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل، هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ يا نينا والخضراء يا غجرية الشقراء يا أمواج دجلة تلبس في الربيع بساقها أحلى الخلاخل، قتلوك يا بغداد، وأي أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلابل؟ أين السموأل والمهلهل والغطريف الأوائل؟ فقبائل أكلت قبائل، وثعالب قتلت ثعالب، وعناكب زحفت عناكب، قسما بعينيك اللتين إليهما تأوي ملايين الكواكب، سأقول يا قمري عن العرب العجائب، فهل البطولة كذبة عربية؟ أم مثلنا التاريخ كاذب؟ سأقول في التحقيق إن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل، وأقول في التحقيق إن القائد الموهوب أصبح كالمقاول، وأقول إن حكاية الإشعاع أسخف نكتة قيلت، فنحن قبيلة بين القبائل. قتلوك يا بغداد، بغداد أيتها الأميرة، ها أنت تحترقين في حرب العشيرة والعشيرة، بغداد صعب علي أن أغادر من دمي، وأنا المحاصر بين ألسنة اللهيب وبين ألسنة الدخان، بغداد ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا عن نجمة سقطت وعن جسد تناثر كالمرايا. مشاهدينا في كل مكان، سلام إليكم، سلام عليكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر الأسبوع، نناقش فيها آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. مشاهدينا، كما تعودنا أن هذا البرنامج سيكون إطار مختلف للبرامج الإخبارية الأسبوعية، فهو مكون من ثلاث فقرات مختلفة. في الفقرة الأولى سأكون معكم فيها أنا محمد ريان، وهي بعنوان تفاعلكم. فما هو المقصود بتفاعلكم؟ بمعنى يستطيع المشاهد أن يختار الحدث الذي يود أن يراه على شاشة التلفزيون، فنقوم باستفتاء خاص بكم أنتم، تستطيعون التصويت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الخبر الأكثر حصولا على أكبر عدد من الأصوات يكون معنا في هذا البرنامج. مشاهدينا، قمنا باستفتاء رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الاستفتاء قدمنا مجموعة من الأخبار الهامة، منها انتخابات مجلس الشيوخ المصري والأجندة الخاصة لهذا المجلس في عام 2020، كما قدمنا أيضا في هذا الاستفتاء التعليقات الخارجية المصرية على الاتفاقيات الدولية التي عقدت مؤخرا، كما أيضا كما نرى مشاهدينا هذا الاستفتاء الموجود على الشاشة. فالاستفتاء الحاصل على أكثر عدد من الأصوات هو انتخابات مجلس الشيوخ المصري. مشاهدينا، مجلس الشيوخ المصري هو أول مجلس نيابي عقد في الدول العربية أو في الأمة العربية تحديدا، فالحياة النيابية في مصر تعد هي أولى الحياة النيابية في العالم العربي إن لم تكن في الشرق الأوسط. بدأت في عام 1924 في عصر محمد علي، حينما أنشأ مجلس ما يعرف بالمجلس العالي، والذي كان يستشار في أمور الدولة. ثم بعد ذلك أنشأ محمد علي مجلس المشورة في عام 1829، وكان رئيس هذا المجلس هو إبراهيم باشا ابن محمد علي. مشاهدينا، أيضا كان هذا المجلس يعقد مرة واحدة في العام، ثم تطورت الأحداث بهذه المجالس النيابية والحياة التشريعية في مصر إلى أن وصلنا إلى عهد الخديوي إسماعيل، الذي قدم خدمات جليلة للحياة النيابية والبرلمانية في مصر، فأنشأ ما يعرف الآن بمجلس شورى النواب. وكان هذا المجلس ينتخب من عمد ومشايخ القرى والبلدان، ويعقد لدراسة الأمور السياسية والاقتصادية للدولة المصرية. ثم بعد ذلك تطورت الأحداث في الحياة النيابية لنصل إلى الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والذي قام بدستور مصر الدائم ووضع دستور مصر الدائم عام 1971،
والذي نص على أن تكون الحياة النيابية مكونة من غرفتين، الغرفة الأولى هي مجلس الأمة أو مجلس الشعب كما يعرف، ثم بعد ذلك جرى استفتاء آخر على مجلس شورى النواب وهو ما يعرف الآن بمجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ المصري له أدوار عدة مختلفة، هذه الأدوار تكون استشارية لمجلس النواب المصري وتكون أيضا أدوارا استشارية لرئيس الجمهورية بحد ذاته. مشاهدينا للاطلاع أكثر على مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الآن واختصاصاته الأكثر أهمية، يكون معنا على الهاتف النائب البرلماني عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ. صباح الخير معالي النائب. صباح الخير عليك استاذ محمد وعلى كل مشاهدينك في جمهورية مصر العربية والوطن العربي. في البداية معالي النائب بنبارك لحضرتك على الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ. الله يبارك في حضرتك. معالي النائب، كانت تجربة حضرتك تجربة فريدة في المرشح أو ما يعرف بمرشح الشباب، فكنا يعني عاوزين نعرف من حضرتك التجربة الخاصة التي خضتها في هذه الانتخابات. هو أنا بالنسبة لي في تجربتي النيابية مش أول مرة أخوض انتخابات، لكن هي التجربة الأولى بالنسبة لي إن أنا يكون الدائرة عندي محافظة بالكامل بحجم محافظة البحيرة. محافظة البحيرة فيها 15 مركز وفيها 18 مدينة، يعني عندي 18 قسم إداري موجودين بمحافظة البحيرة بحجم 4 مليون ناخب، وده حجم كبير جدا وسط محافظات الجمهورية. بالنسبة لنا لما احنا بنمسك جيل شباب وندخل في انتخابات فردي، وطبعا يكون الانتخابات دي لمجلس الشيوخ مجلس مختص بالاستشارة والفكر والتعديل القوانين وإحالة ومناقشة والرأي كل ما يحال من السيد رئيس الجمهورية، يعني أنت بتشارك في تخطيط لبناء دولة لبناء وطن. المجلس في ظروفه الحالية بيعني باختيار قيادات فكرية وثقافية على ثلاث مستويات، مستوى فردي وده بيمثل 50% ومستوى قايمة وده بيمثل 50%، والمجلس بيقسم على تعداده اللي هو 300 مقعد لثلاث أتلات، التلت الأولاني اللي هو قلناه 50% فردي ثم 50% قايمة 100 و100، ورئيس الجمهورية له الحق في تعيين 100 شخصية قيادية بارزة فكرية من جميع الفئات المختلفة والتي تمثل ثقافات مختلفة لإثراء المجلس ولإثراء الحياة النيابية بمصر. زي حضرتك ما قلت في مقدمتك الرائعة، هو من أقدم المجالس النيابية، فإحنا علينا عبء كبير جدا إن إحنا بنقود قاطرة التغيير في الأمة العربية، وإن زي حضرتك ما قلت في الشرق الأوسط عامة. هو انطلاقا من هذه النقطة معالي النائب، يعني ما هي الرؤية اللي حضرتك تراها بالنسبة لهذا المجلس في المستقبل والخدمات التي ممكن أن يقدمها للدولة المصرية؟ هو زي برضو حضرتك ما قلت في المقدمة أن المجلس بيكون من غرفتين، يعني هو يبنى المجالس النيابية في مصر على غرفتين، يمكن احنا فقدنا دور غرفة فيهم لمدة ما يقارب العشر سنوات بعد 25 يناير، ويمكن رجع لنا الحق في هذا المجلس بالاستفتاء الأخير في 2019 وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. اللي احنا بس بنقول عليه أن مجلس النواب الذي انقضت مدته حاليا كان عليه عبء كبير جدا ان هو كان بيقود الحياة النيابية في مصر منفردا، فكان المجلس عنده حزمة من القوانين لا حصر لها بيناقشها ليل نهار، فما كانش فيه فرصة لأمور أخرى محاطة ومنوطة بهذا المجلس، فكان عليها عبء كبير جدا في مناقشة تلك القوانين. هنا بنريح الغرفة ديت من تلك المهمة، وبيقوم هذا المجلس بدوره الطبيعي بمناقشة وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من تعديلات دستورية أو تعديلات قانونية أو مناقشة قوانين جديدة، وانت حضرتك عارف أن القوانين حال تطور المجتمع تتطور.
فلابد ان وفق الرؤيه التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر في عصر جديد، لابد من تطوير حزمه كبيره من القوانين هيكون معني بها هذا المجلس بالتحديد. كل ما يحال من رئيس الجمهوريه من قضايا خاصه داخل مصر وخارج مصر، وخصوصا العلاقات الخارجيه والمعاهدات والمنح والقروض، خاصه بهذا المجلس. ايضا خريطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ربوع جمهورية مصر العربية يبدي هذا المجلس الرأي فيها بشكل قوي، ودي إن شاء الله بإذن الله بتدي دفعة كبيرة جدا لفترة قادمة إن شاء الله بإذن الله بنأملها إنها تكون فترة بناء وفترة إعادة بناء لهذا الوطن، ونرجع بمصر إلى الصدارة في الوطن العربي والإسلامي بل والشرق الأوسط. شكرا، شكرا لك معالي النائب عادل الطنيخي عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان هذا هو الحدث الأهم لهذا الأسبوع. أما في استفتائكم الآخر وهو القصة الأولى، والذي قمنا أيضا باستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضم عدة مواضيع مختلفة، كما نرى الاستفتاء الآن والذي يضم الشجرة التي تبكي دما، ويضم أيضا مسجد السلطان حسن، ويضم أيضا هذا الاستفتاء موضوع آخر. في هذا الاستفتاء قمتم بالتصويت عليه واخترتم الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة إليكم أيها المشاهدون، وهو الشجرة التي تبكي دما. فما هي حكاية هذه الشجرة؟ هذه الشجرة هي موجودة في محافظة كنا، والتي تبكي دما كما يقول أهل القرية، أنها تبكي دما بكاء على صاحبها الذي زرعها. نخرج إلى تقرير للزميلة آية خميس ثم نعود إليكم مرة أخرى. شجرة نافعة ليس ضارة. كلمات قيلت على شجرة طيلة عمرها وخلدت سيرتها مع الأجداد فوصلت إلى الأحفاد لتصبح قصة تروى على الزوار. هي شجرة السدر أو النبق كما تعرف، يتوافد إليها الكثير من الأهالي في مركز دشنة بمحافظة قنا يوم الجمعة، ملتفين حولها اعتقادا منهم بأنها تبكي دما على روح الشيخ نصر الدين زارع هذه الشجرة. الشجرة عم نجي كل جمعة عشان ربنا يشفينا. البت كانت تعبانة معي والواد كان دراعه واجه، أول ما حطيت له العملية رجع على طول. يعني الشجرة دي يعني معينة مش موجود اللي فيها في أي شجرة أصلا، دي حاجة سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى، بركة يعني. من بعد صلاة الفجر وصولا إلى صلاة الجمعة يزداد عدد الزوار خاصة أصحاب الأمراض المختلفة، أخذين هذا السائل الأحمر للتشافي والتداوي به، فضلا عن قيام قاطني المكان بتوزيع الطعام على الزوار وإقامة حلقات البخور. فهذه هي عاداتهم التي نشأوا عليها، لكن أهل الدين كان لهم رأي آخر. قد تكون هذه المادة السائلة فعلا يعني فيها شفاء لبعض الأمراض الجلدية، ولا حرج على ذلك ولا حرج على فضل الله تعالى، وإنما الشرع يمنع التقديس لهذه الشجرة أو لغيرها حتى لا تعبد من دون الله، وحتى لا تؤدي إلى شرك أصغر في قلوب العباد. شجرة السدر هي شجرة مباركة حسبما يعتقد الأهالي هنا، لما تفرزه من دم أحمر يكون مقصدا لعلاجهم، لكن هل يتفق هذا الأمر مع العلماء المختصين في قسم النباتات؟ ومن هنا في جامعة جنوب الوادي، حيث التقينا بالعلماء لكشف غموض هذه الشجرة وإزاحة الستار عن سر بات مبهما لكل من سمع عنه. النباتات بتدافع عن نفسها ضد الميكروبات وضد البكتيريا أو الحاجات اللي بتهاجمها، فبالتالي بتكون حاجة علمية اسمها المواد الراتنجية. المادة اللي بتطلعها دي مادة راتنجية بتتميز باللون الأحمر، فبالتالي نظرا لان هي ملونه باللون الاحمر فبدات الناس تقول عليها ان هي دم. طبعا ده ليس له اي اساس علمي، المواد دي هي مجرد بس مواد ملونه ولونها احمر وليها اثار او ليها اثار لعلاج الجلد. لم تختلف شجره السدر عن غيرها سوى سائل احمر جعلها تنضم لقائمه اشجار مثيلتها كشجره العراق وشجره الاخوين باليمن،
لتبقى لدى العرب أحاديث ارتبطت بعقائد تربوا عليها لم تكن لها صلة بالعلم وحتى بالدين والمنطق. مشاهدينا، الشجرة التي تبكي دما هي قصة فريدة تحدث في صعيد مصر. للتعليق أكثر على هذه القصة تكون معنا الزميلة آية خميس المراسلة التلفزيونية. صباح الخير يا آية. صباح الخير عليك محمد وعلى كل متابعين قناة الصحوة الجميلة، أهلا بك. صباح الخير عليك آية. عايزينك تكلمينا عن كواليس هذه القصة وكيف يعني عثرتي على هذه الفكرة. والله الفكرة جت لنا يعني وقت ما كنت بدور على فكرة كويسة لمسابقة إبداع اللي كنت داخلة تبع وزارة الشباب والرياضة. فوقتها أنا كنت متواجدة في قنا بحكم دراستي، فكنا بندور في المحيط اللي احنا متواجدين فيه. جمعنا أكتر من فكرة وجت لنا فكرة الشجرة، فاشتغلنا عليها أكتر لأن هي الفكرة كانت يعني مميزة وغريبة شوية. وبعد كده ابتدينا يعني عرفنا المكان وعرفنا الوقت اللي الناس بتروح فيه. هما كانوا بيجتمعوا هناك يوم الجمعة، فبالفعل رحنا يوم الجمعة هناك وبدأنا التصوير يعني هناك. هيا، هل من عادات أخرى وجدتيها في أهل هذه القرية؟ هي الحقيقة هي يعني العادات ما كانتش مقتصرة بس على الشجرة أو على السائل يعني اللي هما بيستخدموه. احنا يعني أثناء التصوير لقينا هناك يعني ناس بتمارس عادات مختلفة زي اللي حضرتك شفتها في التقرير، زي يعني حلقات البخور اللي كانوا بيعملوها، وطبعا كان في برضو بيكون في زيارة للمقام بتاع الشيخ نصر الدين. يعني كانوا هما الناس يعني هما يعني هما بي بي بيكلموا عن السائل ده او هما بيعتقدوا فيه، ولكن برضو كنا بنلاقي جانب تاني ان هما كان في بعض الناس لا هما شايفين ان دي حاجة فعلا عند ربنا وان هو سائل بيستخدم. شكرا للمراسلة التلفزيونية الزميلة آية خميس، شكرا لك على مداخلتك. مشاهدينا، كانت هذه هي القصة الأولى بالنسبة إليكم في هذا الأسبوع. أما عن شخصية هذا الأسبوع فأيضا قمنا باستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقمنا بحصر عدة شخصيات عربية معروفة، فمنها شيخ الأزهر المصري الإمام أحمد الطيب والذي حصل على جائزة أفضل شخصية إسلامية لعام 2020، وأيضا مجموعة شخصيات أخرى مثل يوسف إدريس وغيره. مشاهدينا، الاستفتاء الحاصل على أكثر عدد من الأصوات هو شيخ الأزهر المصري الإمام أحمد الطيب الذي حصل على جائزة أفضل شخصية إسلامية من دولة ماليزيا وتسلمها عنه سفير مصر في دولة ماليزيا. شيخ الأزهر المصري الإمام أحمد الطيب ولد في محافظة الأقصر ونشأ بها في قرية صعيدية مصرية أصيلة كما نرى الآن على هذه الشاشة. مشاهدينا، يتميز شيخ الأزهر المصري بعدة مميزات خاصة به، منها أنه يشارك في لقاء الأخوة الإنسانية الذي يجمعه ببابا الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات، كما أيضا يشارك شيخ الأزهر في المؤتمرات الداعمة للسلام في كل مختلف دول العالم. شيخ الأزهر أيضا مشاهدينا يتحدث بعدة لغات مختلفة، فهو يتحدث باللغة الإنجليزية ويتحدث أيضا باللغة الفرنسية ويقدم فيها محاضرات. ونبارك من هنا لشيخ الأزهر الشريف على هذه الجائزة التي ليست لمصر وحدها وإنما هي للأمة العربية والإسلامية. مشاهدينا، كانت هذه هي الفقرة الأولى من برنامجكم آخر الأسبوع، نتابع بعد فاصل قصير مع الزميلة أسماء وجدي والتي تعرض لكم موضوعات من اختياركم أنتم أيضا، انتظرونا.